ايه موضوع الحفرة بقى؟ ايه موضوع الحفرة؟ عايزين نعرف. والله اقول لك، هو الموضوع ابتدى يعني من كذا سنه. انا وعمر بنحب جدا زي ما قلت لك بقى، بنتفرج على افلام وبنحضر عمرو عابد اللي هو كاتب ومخرج الفيلم الحفره، وبنتفرج على الافلام القصيره، وحسينا طيب يعني الموضوع مش صعب وممكن نعمل فيلم قصير بانتاج ملموم شويه، المهم الفكره تبقى حلوه. لان يعني انت شفنا بتاخد تجربة الانتاج؟ انا باخد في تجربه الانتاج، لان انا اتعلمت حاجات كتيره قوي في شغلي، ولما اشتغلت في ليل خارجي برضو كنت شريك انتاج فيه، فكنت ناوي يعني قلت لاحمد انا معاك بس وعارف ان مش هنكسب فلوس بس عايز اتعلم، فكانت تجربه دبل بالنسبه لي، انا بمثل وبتعلم انتاج، وفي نفس الوقت زي ما بقول لك الافلام اللي اتفرجنا عليها حسينا طيب احنا مش اقل من الناس دي في حاجه، الناس اللي في روسيا، الناس اللي في فرنسا، الناس اللي في المانيا، في البرازيل بيعملوا افلام شباب، وعندنا مواضيع برضو حلوه ممكن نتكلم فيها، يعني حسينا عندنا حاجه ممكن نعبر بيها، فيلا بينا نعمل. فقررنا ان احنا نعمل. عمرو كان كتب فيلم عجبني جدا، قلت له عمرو احنا نعمل الفيلم ده يلا، وفعلا صورناه في شهر 2. طبعا حصل الكورونا، وقف المونتاج والميكساج وكده، بس دلوقتي خلاص بنقفل فيه، وقدمنا اوريدي على كام مهرجان بنسخه يعني العمل. انت هتبدأ بالمهرجانات؟ هبدا بالمهرجانات الاول، لان هو فيلم القصير مش حاجه، بتشوف ان هو مش افلام للعرض في السينما، هي لا افلام اكتر الا مهرجانات. لو يعني مثلا في سينما زاويه بتعرض دايما، بتجمع 5 6 افلام او تعمل مهرجان صغير على كذا يوم تعرض. طب جمله واحده عن الحفره الناس تنتظر تشوف فيه انا متخيل يعني، او ده الانطباع اللي وريناه للناس، ان احنا وريناه كمان لزملاء كتير ومخرجين وكتاب اسامي كبيره بصراحه، ادونا رد فعل طمنا وفي نفس الوقت ايجابي جدا، وساعدونا جدا في المونتاج وفي البروسيس نفسها. فانا اوعد الناس بشحنه طاقه قويه قوي كبيرة في الفيلم. في